معنا خبر نظم حزب مستقبل وطن وبحضور أكثر من 750 قيادة من أعضاء الحزب والخبراء والمتخصصين، وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بالقاهرة، مؤتمرا تحت عنوان التغيرات المناخية المخاطر والحلول، وذلك بإقامة 7 حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخية على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء، وذلك بخلاف الجلسة الختامية التي بلورت توصيات المؤتمر في عدد من التوصيات الهامة، والتي تعد بمثابة لبنة أساسية حول مخاطر التغيرات المناخية وحلولها المقترحة. بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025 و100% بحلول عام 2030. آثار التغيرات المناخية المدمرة، فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية. سيدات والسادة الحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أعبر عن بالغ سعادتي بوجود اليوم وسط كوكبة من محب الوطن المخلصين الذين استقرت ضمائرهم بكل إخلاص على تحمل المسؤولية الأخلاقية بل والإنسانية تجاه الأجيال القادمة. منظمة على التخطيط والتحضير لهذا المؤتمر الهام الذي يأتي في إطار حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، واهتمامه بقضايا المناخ. الحقيقة كل التقدير لقيادات حزب مستقبل الوطن وأيضا جماعة بدر على هذا اليوم المثمر. المحور لنا تشرفت بمشاركة فيه كان محور التنمية المستدامة. لا يمكن فك الارتباط ما بين يعني بمعنى آخر بدون معالجة قضية التغيرات المناخية دي بالتنمية لا لما هيش مصيرة. مصر وأفريقيا كما هو معروف ومنشور بتساهم بنسبة قليلة جدا في إفساد المناخ، وإيمانا بالمبادئ الرئيسية لحزب مستقبل الوطن والذي تستهدف تثبيت أركان الدولة المصرية والحفاظ على لقمة النسيج الوطني المصري قوية ومتجددة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها تحديات التغير المناخي. لقد وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرا بتغير المناخ. فبالرغم أن القارة الأفريقية تاريخيا الأقل إسهاما في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية.